اكتر من عمل في السباق الرمضاني، ايه اكتر عمل رد فعل عجبك من الجمهور؟ الاثنين والله، سواء مسلسل يسرى انا كنت حابه تجربتي اصلا معاها تاني مره، حتى لو كانت عرض خارج مصر لكن هي ليها جمهور في كل المنطقه العربيه وخصوصا في السعوديه، فانا كنت فخوره بده. وتجربتي مع كريم فهمي لان هو ليه جمهور كبير جدا في مصر، وكان مسلسل شبابي كله وقضيته كانت حلوه، فانا مبسوطه بالاثنين. جديدك الفتره الجايه؟ البيت الابيض مع شركه فنون مصر.